بعتك سالم مني؟ شو خص؟ أنا وياكي هلأ عم نحكي مش بصفة شخصية، عم نحكي بعرف كيف عم نحكي، بس أنا عم بسألك سؤال محدد، بعتك سالم مني؟ بعدين بنحكي بهذا الموضوع. بعرف إنك ما بتحب تحكي بأمورنا الخاصة بالشغل، بس بدي منك تعرف شغلي، ما في شيء باللي عملته كان ضدك، ما كان قصدي يكون ضدك أبداً.